أعزائي طلبة ثالث متوسط، وهذا الإنشاء الجديد عن الدعوة Invitation، الدعوة في Unit 2. نأخذ بعض النماذج لكتابة الإنشاء حول هذا الموضوع. البرنامج يقول لك Invitation، يعني تحفظ هذه الكلمة حتى تعرف أن هذا إنشاء الدعوة. Hi, I've got two tickets for the student day party on Sunday. مرحبا، لقد حصلت على تذكرتين لحفلة يوم أو عيد الطالب يوم الأحد. You must come. عليك أن تأتي. There will be really good party. ستكون هناك حفلة جيدة حقا. It starts at 11 AM. تبدأ الساعة 11. But we need to be there by 10:30 AM. ولكن نحتاج أن نكون هناك الساعة 10:30 صباحا، يعني قبل نص ساعة من بداية الحفلة. You can invite your friends and family. يمكنك أن تدعو invite، لاحظ هنا الاشتقاق. Invite و invitation. Invite يدعو و invitation الدعوة. Your friend and family. Don't forget to take some sweets with you. لا تنسى أن تحضر بعض الحلوى معك. نعدنا إن شاء آخر نموذج آخر. Hello Sami. The concert is in Baghdad next month for 10 days. الحفلة الموسيقية في بغداد الشهر القادم next month لمدة 10 أيام. I know you like music. أعرف أنك تحب الموسيقى. Do you want to come? هل تريد أن تأتي؟ Are you free on Friday or is Saturday better for you? هل أنت متفرغ يوم الجمعة؟ أو هل لأن يوم السبت أفضل لك؟ أيوة علمك يوم السبت، لأن الحفلة الموسيقى تستمر 10 أيام. Doors open at 7 PM. أبواب المسرح يعني تفتح الساعة 7 مساء. And the show العرض starts at 8. والعرض يبدأ الساعة 8 PM، يعني بعد ساعة. The seats المقاعد cost up to 2000 Iraqi dinars. مقاعد تكلف 20,000 دينار عراقي. Shall I get the cheapest؟ هل تريدني أن أحصل على الأرخص؟ يعني هل تريد أرخص تذكرة؟ إذا لهنا وينتهي هذا الإنشاء، فأي إنشاء تختاره شوفه مناسب، ممكن تجري عليه بعض التعديلات.